الاغلبيه ديال الطلبه مشاو عند لي بسيكياتر، ما بغيناهمش يزيدوا يتازموا عاوتاني بالوعود اللي كتبقى سيسبوندي معلقه، ما عارفينش المصير ديالهم. البلاد الهيف اوكرانيا باقى الحرب لحد الان، كيقولوا راه كاين تعليم عن بعد وهذا، ولكن راه ماشي كلشي، وداك الشيء راه ماشي مضمون. بغينا وليداتنا ما يضيعوش في هذه السنه هذه، بغيناهم نلحقوهم لا نفسيا ولا في المستقبل ديالهم. بون جينا كما كتعرفوا حنا اليوم كاملين هنا، مع الاسف السيد الوزير المسؤولين اللي معاه كلهم اون ديبلاسمون، ما كاينش سير بلاص اللي غادي يتحاوروا معنا. انا لينا طالبه في اوكرانيا 4 اني دونتير. جاتني الفكره لحتاش سميتو قرينا هنا في المغرب الحمد لله، مي ما كتبش لينا نجيبو ديك النقطه العاليه 17-18 باش ندخلوا لا ميدسين. هادشي علاش قررنا نمشيو لوكران باش نكملوا المستقبل ديالنا. كان الطريقه باش كنتسجلوا في لوكران عن طريق ان كونتراكتور، هو اللي كنهضروا معاه، هو اللي كيسجلنا، كيسيفط لينا لانفيتاسيون، وكندفعوا فيزا وكنتقيدوا في لونيفرسيتي. الحمد لله داز عام زوين. العام الاول كنقراو اللغه، كيدوز عام كامل كنتعلموا فيها اللغه، وكنتعلموا فيها دي ماتيير سيونتيفيك بحال الفيزيك لي مات حتى هما كنقراوهم، وكنديروا بعض المرات خرجات كيخرجونا ندورو لمدن اخرى باش ندربوا نحركوا ديك اللغه ديالنا. كان في الاول قرار كيخلع لحتاش باش تعرف بان غادي تطرا حرب وانت عمرك جربتي داك الاحساس. المهم في الاول خلعنا، مي في الاخر كيقول لك كنقراو الاخبار، في الاخر كيقول لك صافي روسيا تراجعات، قلنا واخا نبقاو، مي في الاخر مي بدينا كنحسوا بالخلعه والارتباك، مشينا لونيفرسيتي باش نهضروا معاهم يطلقونا نمشيو، كيقول لك لا الا خرجتي غادي نطردوك وما نعطيوكمش كاع الباك. مشينا شحال مره تجمعنا باش ناخذوا الباك والغولفيد نوت، كيقول لك لا ما نعطيوكم والو. في الاول ما عرفتش شدوا معنا الضد، في الاخر مي بغينا ناخذهم قال لي صافي دوكم بحال هكا كيقولوا علينا. كانت الصراحه النهار اللي ضربات خاركوف بدات مع ديك 5 الصباح، اللي انا غير نط الصباح كانت لا سيغان وكانت الخلعه، وما كتبقاش عارف راسك شنو غادي دير، امبوسيبل زعما تحرك ولا تفكر ولا شي حاجه، كتقول شنو نسمع صاكي دابا واش غادي نخرج. دوزنا هذا الخلعه داز تخاس، وربي كان معنا الحمد لله، اللي خرجنا سالمين الحمد لله. ما تعرضناش للعنف في المدينه، ولكن من بغينا نطلعوا للتران الصراحه انا منهم، اللي كان واحد الدري حدايا اللي انا تضربت هنا في كتفي، ضربني باش هو يطلع التران وما يخلينيش انا نطلع التران. ولكن الحمد لله الشعب ديالنا زوين، الطلبه المغاربه كاملين ضمننا وشدينا يد في يد وطلعوني انا التران، هزوني جروني طلعوني التران. الحمد لله ضمننا وصلنا مجموعين ووصلنا حتى للحدود بسلام. خرجنا، انا مشيت على الحدود جهه سلوفاكيا، خديت انا من مدينه بولتافا، من بولتافا خدينا التران حتى لفيف، ومن لفيف عاوتاني خديت التران لمدينه اوجكورد باش ما كنوصل للحدود تاع سلوفاكيا. كانت مده طويله، دوزنا 36 ساعه في التران وغادين وبالخوف والظلام في التران، الطوطافي جي بي اس ما تخدميش، كيقول لك رواسه يتجسسوا علينا، ودازت معاناه باش نوصلوا. الماكله ما كانتش، ما كانش الماء بزز باش وصلنا، والحمد لله الحمد لله. خلينا كل شيء مورانا، خلينا حوايجنا، خلينا كل شيء اللي عندنا، هزينا راسنا وخرجنا. ودابا نتوما المطلب ديالكم هاد اللحظه هذه، المطلب ديالنا كنتمناو يتقام ادماج للطلبه المغاربه كاملين في اوكرانيا، وندخلوا ونقراو مجموعين، وهذا الشيء اللي كنطالبوا كاملين كطلبه اوكرانيين، كطلبه مغاربه في اوكرانيا. الصحافه راه حتى حنا الاتصال مع الصحافه، راه كل شيء غادي هاني عين الزهراء غادي مبروك. فهمتي؟ نعم شي كانت مزيانه، كنا عايشين مزيان، كنا مرتاحين ماديا بثمن معقول، كنا عايشين في اوكرانيا مرتاحين، كل شيء مزيان، كنا عايشين مزيان. انا جيت قبل الحرب، قبل يومين اخر طياره انا جيت فيها، ولكن مع ذلك انا عشت مع دوك الناس، اكيد النفسيه ديالي ماشي بحال ديالهم، ولكن انا خفت عليهم بحال والديهم وتخلعت عليهم حتى انا ما كنت كنعس.
كنتسنى ما بغيتهمش يموتوا. انا عندي خوتي تما، عندي اصحابي، ما بغيتهمش يموتوا. ماشي الاوكران هما المشكل، اغلبيه المشكل كان هما الافريقيين. الافريقيين هما اللي كانوا داروا مشكل، كانوا كيضربوا المغاربه وكيضربوا اوكران وكلشي باش يطلعوا هما. ما كاينش اوضاع دراسيه، ما كنقراوش، ما كاينش زوم، داكشي كامل كيداو الكذوب، ما كنقراو ما حتى شي حاجه. كتواصل معنا المدرسه ولكن كتعطينا تاريخ، عطاتنا في الاول لو 14، من بعد قالت لينا لو 24 وبحال هكا، وكل مره كتاجل. يعني شي حاجه اكزاكت ما كايناش. كنشوف المستقبل ضاع، حيت المغرب ما باغيش يدير معنا الحل، الناس ما باغيناش، حتى شي حد ما باغينا، والموعد كيتاجل، اجي نهار الثلاث، اجي نهار الجمعه، وديما بحال هكا، هادشي غير كيتكرر. ادماج، ادماج في الجامعات المغرب بدون قيود، بدون كونكور. انا دوزت الكونكور وجيت في لي ستاتوند وما عيطوش ليا. انا بغيت يدمجوني، يديروا لي حل. الا كنا ما غندمجوش في الجامعات المغربيه، يدمجونا في دول اخرى، ما عندناش مشكل، غير يديروا لينا الحل، ما يخليوناش بحال هكا معلقين. المستقبل ضاع، الفلوس ضاعوا، وقتنا ضاع، كلشي ضاع. التجربه ديال اوكرانيا كانت صعيبه بزاف. انا باش دوز شي حوايج اللي ما كانش قدر طيح البال انك دوز الحرب، كانت صعيبه بزاف. انا غير نوصلوا للحدود كانت صعيبه بزاف، وكاينين المغاربه اللي مازال ما توفقوش انهم يوصلوا، مازال ما توفقوش انهم يخرجوا من المدن. كانت صعيبه بزاف، ودابا تنطالبوا انهم يلقاو لينا حل في اقرب وقت. نعرفوا حنا المصير ديالنا شنو، حنا ما عارفين حتى شي حاجه، جينا طوال ما عندنا لا اوراق لا حتى شي حاجه. نعرفوا المصير ديالنا شنو نقدروا، شنو عندنا. مازال كتربطوا اتصال مع الجامعات اللي كتقراو فيهم؟ مازالين الجامعات، مازالين حنا مع اتصال بهم باش نعرفوا شنو يقدروا يديروا، ولكن مازال ما كاين حتى شي قرار اللي حاسم انا وشنو غادي نديروا من بعد، ما كاينش. تنطلبوا الوزاره انه تلقى لنا حل، او بالاحرى يتم الاندماج. تنطلبوا انهم يديروا لنا اندماج هنايا، واهم حاجه انهم يوصلوا لنا اوراقنا، هما اهم حاجه. لان ما عارفينش حنا، ما عارفيناش حنا هنايا، ما عارفيناش شحال قرينا، شحال اين عام، اين سبيسياليتي. كاينين عندهم سبيسياليتي كان عندهم 3 شهور وياخذوا الدبلوم ديالهم. كاينين بزاف ديال السيتواسيون اللي صعابين بزاف. كاينين شي شباب اللي ابوندوناو بمره، كاينين ايه، كاينين تلاقيناهم في الطريق في الحدود. لي تلقى مسكين صافي، والديه داروا لي ست، ما داروا لي، خص دار لقى الحل لراسو. هما يلقاونا الحل في اقرب وقت. دابا المشكل ديال الوقت، لان سيمتر غادي تسالو، حنا ما عارفينش راسنا شكون حنا، واش يصيفطوا لينا اوراقنا، واش غادي يتم يدمجونا هنايا، واش ما عرفنا حتى شي حاجه. بغينا نعرفوا المصير ديالنا في اقرب وقت. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.